اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. أقوى طفل في العالم يفقد عضلاته ويصدم متابعيه. لقب به هرقل الصغير وأقوى طفل في العالم. هو الطفل الذي أثار العالم بقوته البدنية وعضلاته التي سبقت سنوات عمره الثمانية. تصدر عناوين الأخبار والصفحات الأولى لأشهر الصحف العالمية. ريتشارد ساندراك تخلى عن رفع الأثقال وأصبح جسده الذي كان مفتولا بالعضلات جسما مترهلا بسبب توقفه عن التمارين الرياضية. ريتشارد الذي ولد في 15 من إبريل من عام 1992 في قرية صغيرة في أوكرانيا. كان والده بطلا عالميا وأمه لاعبة رياضية، لذلك كان من الطبيعي أن تكون اللياقة البدنية في جيناته الوراثية. الأب الذي كان يهوى تحويل ابنه إلى نجم شهير تسلط عليه الأضواء عمل على تدريبه منذ نعومة أظفاره. بعد عامين فقط من ولادته، تحديدا عام 94، وبعد انتقاله مع أسرته إلى بنسلفانيا حيث وفر له والده كل الإمكانات والتدريبات اللازمة للبدء ببناء عضلاته، انتقلت الأسرة بعد بنسلفانيا إلى كاليفورنيا حيث استقرت. في تلك الولاية الأمريكية تابع الأب تدريب ابنه، حيث وضعه بتصرف المدرب فرانك جاردينا حتى حقق الوالد مراده، وظهر ابنه على التلفزيون تحت لقب هرقل الصغير. هناك أبهر الصبي الصغير العالم بعضلاته ولياقته البدنية رغم سنه اليافع. ريتشارد ساندريك كما شغل العالم بعضلاته وهو طفل صغير، شغل العالم أيضا بفقدانه تلك العضلات بعدما أضحى شابا. ريتشارد ساندريك قال لصحيفة مترو أنه لم يعد يهوى رفع الأثقال، فقد أصبح الأمر مملا بالنسبة إليه. الجدير ذكره أن هرقل الصغير نمت عضلاته بسبب مأساته العائلية، حيث أن والده كان يعامل والدته بقسوة ويقوم بتعنيفها، وكان يعمل على بناء عضلات ابنه لاستغلاله فيما بعد في العروض. ولما تم سجن الوالد بعد تبليغ الوالدة عنه، توقف الفتى عن تمارينه الرياضية الشاقة وأهمل الرياضة، فخسر كل عضلاته التي تحولت إلى ظاهرة أدهشت الناس حتى يومنا هذا. ريتشارد ساندراك ليس الطفل الوحيد الذي حاز على اللقب، فهناك أيضا الطفل جوليانو الذي فاز بلقب أقوى طفل في العالم، كما دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية وهو بعمر 5 سنين، وأطلق عليه لقب هرقل رومانيا. الطفل جوليانو الذي ما زال يتمتع بعضلاته يسكن مع والديه لوليان وإلينا في مدينة جنوب رومانيا ويتابع دراسته باجتهاد. والداه تعرضا لانتقادات تدعي أنه من غير الصحي تعريض الطفل لهذا النوع من الضغط الجسدي اليومي، إلا أن والده يرد على ذلك بأنه لا توجد معلومات علمية تثبت ذلك، والرياضة لا يمكن أن تكون ضارة بأي حال من الأحوال بحسب رأي الوالد.